برنامج التحرية الاجتماعية بشكل صريح مباشر، ما كان ستروش على المشاكل وعلى التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربة في المغرب. مرحبا بكم بالتحية لكم بصراحة اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 إلى 8 من يوم الاثنين إلى الخميس. انتظرونا، مرحبا بكم. ممكن تقول هذا غنتعاشر معاه وانا عارف غادي يخرج منه بعيد؟ ممكن انا وصل عندي واحد التدخل فهاد. مرحبا. نفحات ولقطات سويعات نفهم الراحه، اما الشيء الاخر كله الكد الكد والسعي والتعب. احنا ما ترتاحوا حتى كنمشيو للقبر. مساء سعيدة لكل أوفياءنا اللي كيتابعونا يوميا على ميد راديو في برنامج بكل وضوح دائما، رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس الأستاذ مامون مبارك دريبي. مساء الخير أستاذ، مرحبا. مساء النور لسنة، مرحبا لله. شكرا لك أستاذ. اليوم في موضوعنا في بكل وضوح غادي نتكلموا على الاستهتار وعدم مبالاة اللي كيعيشوا الشخص البالغ، واللي مفروض انه اهم حاجة تكون فيه تحمل مسؤولية، تحمل مسؤولية نفسه كبالغ ولا الحياة الزوجية ولا تربية الاطفال. فشنو استاذ تحليلك لهذا الامر؟ يعني منين جاي هاد الاستهتار وهاد المبالاة؟ لانه ممكن تقبلوها من طفل ومن المراهق، ولكن مع الشخص البالغ يعني صعيبة وكيكون وراءها عواقب. اللي 2017 غادرنا واحد شعار وما قدر الله حق قدره، وباش المؤمن يقدر بفضل الله ما هو وحده ما يمكنش يوصل لمقام التقدير، ماشي للذات الإلهية هذا مستحيل، ولكن العلم والفكر اللي اعطانا الله في القرآن وفي الحديث النبوي الشريف خصو اولا يعبر نفسه، حيت راه بنفسك هي الاداه باش كتشتغل، بالعقل ديالك بالحواس ديالك بالعاطفه ديالك بالافعال ديالك بالاعمال ديالك بالاقوال ديالك بالنيه ديالك بالفكر ديالك. وباش يمكن تقدر نفسك خصك تحطها مادة للتشريح، ماشي بين يدك، بين يد العلماء اللي فناو عمرهم في هاد السلسلة البشرية الهائلة. واحد العدد ديال العلماء عرب مسلمين كنضلوا نتكلموا عليهم، نضلوا نسميوهم، وكنتباهوا بانهم وجوديين وداروا اعمال وداروا كذا وداروا كذا، ولكن ما كنقولوش علاش هما اشتغلوا ووصلوا وبسموا في التاريخ الاسماء ديالهم، وعلاش حنا ما نكونوش بحالهم. انا شخصيا من المحبين ديال ابن رشد، تنحترم هذا العالم وتنحبه واحد المحبه كبيره. ابن رشد قام بواحد العمل سهل ممتنع، هو اهتم بالفيلسوف ارسطو ومشى وفتح الفكر ديال ارسطو حتى لقب ابن رشد انذاك بلانتربريت مفسر ارسطو في العالم باسره، لا في الغرب ولا في العالم الاسلامي، اللي بغى يفهم ارسطو كان كيداول الجامعات في باريس انذاك في الفاتيكان في جميع المنابر العلميه كان معروف افيرويس لانتربريت ارسطو.
حتى انهم ما قدروش يفكوا الشفره ديال ارسطوط الا من عند ابن رشد. المسلمين عندهم هذه القدره هذه، ان الله تيلقبنا وحاشا من عند الله تيغلطش تيخطاش الله سبحانه وتعالى يسمينا يا اولي النهى يا اولي الالباب، فتعني يا اصحاب العقول الهائله. فحبي لابن رشد جعلني نبحث في واحد العدد ديال المنابر العلميه. ملي كنت في اوروبا ومن بعد تعرفت على الفكر والعلم ديال جاك لاكو. هذا العالم كأنه بوحده جمع العلوم ديال اللي قبله وديال اللي معاه وديال اللي جايين. تحليل نفسي، ما عمر في التاريخ ما غيكون بحاله، بحال في التاريخ ما عمر ما غيكون شي واحد قد سقراط ولا قد أفلاطون ولا قد أرسطو. إلا جا شي واحد قال أنا قد هادو راه حمق، راه خرجوا العقل، حيت هادوك الناس عطاهم ربي في العلم. ما معنيتاش بأن عطاء الله محدود، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خبرنا بأنه ما حدنا كنتقدمو في التاريخ والجهل تيكتر والعلم تيقل والزنا تيكتر والمال تيكتر. إذا ما غادي يجي شي واحد يعرضني وأنا عندي هاد الحديث سند كنشوف فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم واحد الحوار دار بينه وبين أم المؤمنين للا عائشة، يا عائشة إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، يا عائشة إن الله لم يرضى من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها والصبر عن محبوبها، ثم لم يرضى مني إلا أن يكلفني ما كلفهم. هاد الثقافة اللي صبحت كثيرة عند واحد العدد من الرجال اللي جاهلين مقام الرجال، حيت كيفاش يمكن لك تكون في واحد المقام وانت ما عارفش قواعد الاعراب ديالها؟ الا كنتي غتدخل دير الايسكريم مبارزه بالسيف في الرياضه راه عندها قواعد، الا كنتي غتمشي دير مبارزه في الملاكمه راه عندها قواعد، الا كنتي غتمشي دير العزف في حد الاوركسترا وتعزف راه عندها قواعد. اذا مقام الرجال عندوش قواعد، عنده قوة. وهنا جاك لاكون في تحليله لابسيكوز، الناس اللي كيهتموا بهذا الحقل ديال التحليل الى رجعوا له سيمينار ديال لابسيكوز غيلقاوه كيتكلم على واحد الارضيه سميتها لابسيكوز اي دي كلاس دي كاتيجوري. كاين ارضيه سميتها لابسيكوز وكاين لتحت منها واحد الاقسام، اما فيك يخرجوا من تحت هذيك لابسيكوز يخرجوا لا بارانويا لا سكيزوفرينيا حوايج اخرين. السؤال علاش في لو سيمينار ديال لابسيكوز قسم هو هاد المجالين، مجال سميتو لابسيكوز اي لي كلاس، هكا كيسميها هو لي كلاس، وغتلقى لا بارانويا لا سكيزوفرينيا وحوايج اخرين. لان ملي تتمشي لا بسيكوز ما كتلقاش الاعراض، كتلقى بنيه. حاليا المجتمع العربي الاسلامي عنده واحد البنيه كتخرج له الارهاب، تخرج له المشاكل ديال
هادشي ديال التهريب، هادشي ديال الحشيش، هادشي ديال التجار في البشر، هادشي ديال العصابات المنظمه في 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 في, في الزنا. المجتمع الجواب ديالو المجتمع العربي الاسلامي، الجواب ديالو هو تيتبع هادوك لي كلاس. عنده واحد البرنامج حاضي الارهاب، عنده برنامج حاضي، وهذيك البنيه اللي تتولد له هاد الاقسام راه خدامه هي في واحد البلاصه. اذا هاد الرجل هذا اللي مشى تزوج ولد، تقول له مرتو راه الوقت ديال الفاكسان وصل، خصك تدي الدراري. واه صافي تا انت تا الغدا يا ودي، راه عندهم اجال اسيدي، راه عنده الوقت، واه خلاص ماشي مشكل تا من بعد، واه تا انت نهار زيت ولا سيمانه. كيفاش نهار زيت؟ افلان راه الورقه جات ديال الدور عطاونا ثلاث ايام، راه نهار ثلاث ايام ساهله، راه غدا غيجي قطيع. واه خلاص تا انت راه كنعرف واحد تما غادي نعيط له ندور معاه وغيعطينا اجل. افلان راه الطريطه ديال البارطمون ما دخلتش هاد الشهر، تجمعت مع الاخرى والعيد جاي وتبغي غادي تشري العيد ومخلصينش هاد جوج طريطات. واه خلاص تا انت راه تنعرف واحد بنت عم خالت جد العيطوشي غندوي معاها وماشي مشكل. افلان راه جايه العطله وحنا راه باقيين ما خلصناش الدين اللي علينا، وانت باغي تمشي لصبانيا تتسطاو سبحان الله، تمشي لصبانيا بحال كتضم اذكيه. اه خلاص انت تندخلوا ان شاء الله. ايوا ملي دخل هاد الدخول المدرسي اخلا. شنو هو هاد ان الشخص ما كي يغيرش الحاجه في وقتها، واش عنده علاقه مع الخضوع؟ واش عنده علاقه مع الطاعه؟ واش عنده علاقه مع الفهم؟ واش عنده العلاقه مع عيش؟ وغنمشيو عند العبقري جاك لاكرون، لقاو عنده واحد لونسيون ماشي هائله كتحمق، مثل فوركلوزيون دي لون دو بير. شنو هي هاد لافوركلوزيون دي لون؟ جاك لاكرون جابها من لو جوريديك، جابها من المجال القانوني. فوركلوزيون جايه من المجال القانوني، عبقري هذاك الراجل. كتعني واحد المحامي دار واحد المطلب باش يطالب بواحد الحق واحد المحكمة، ولاني حط الطلب ديالو خارج الأجل القانوني. البناء القانوني ديالو في المطلب صحيح، وصل المحكمة وسجلو صحيح، ولكن الأجل ديالو خارج الأجل، معناتها المحكمة غتقول له غير مقبول. هذا هو لا فوكلوزيون، يعني واحد الحاجة صحيحة بناءها محكم ولن يمشي في وقتها. هنا غنمشيو لعند الفكر الإسلامي وغنلقاو مفهوم الفتق والرتق. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. كلمنا عن فوكلوزيون، قلنا واحد المطلب مبني محكم من عند واحد الشخص عنده صفه ديال المحامي، ومشى للمؤسسه اللي هي المحكمه ووضع المطلب، قالوا له اسمح لي الله يجازيك راك خارج الاجل. وحنا داويين على هذاك الرجل اللي كيستهتر وما تيهتمش وما تيرفدش الهم بقدره للاشياء في وقتها. كاين اللي غيقول، وهنا الله يجزيكم بخير، راني كنتكلم خارج البنيه، انه عنده اكتئاب، خارج البنية أنه كسول، خارج البنية أن ما شغليش أنا هنا. أنا زولت، راه قلت لكم جاك لاكرون حط واحد البلاصة سميتها لابسيكوز، ما تيخرجش فيها لي كلاس، كيدخل تيفكر فيها تما تما تيفكر تيفكر، ومن بعد عاد كيهبط لي كلاس كيتكلم فيهم. هذه هي البنية الفكرية. البنية الفكرية ما عندهاش واحد الكاري كيتسمى بروفيل، كاين لا ستركتور سيديرال ديال الفضاء. فضاء شنو ديروا على شكل دائره، ديروا شكل مربع، يلا دير لي شي حجم الفضاء، دابا دير لي شي جيومتري، دير لي شي فورملو. غتحمق، لان بكثر ما هو واسع اش غدير له؟ تقول له كاري فين هو الحدود ديالو؟ ديروا دائره، معناتها الا درتي دائره شنو اللي خارج دائره؟ شنو غدير؟ ما غتلقى ما دير، غدير نقاط. دوما نجوم، نقاط، فين محطوطين في الفضاء؟ هذا الفضاء كيدير الشكل ديالو الله اعلم. هذيك هي البنيه الفكريه. اللي كيحزم لك الحد ديالها هي المرجعيه.
البنية الفكرية هنا في المسائل الإنسانية ما عندهاش حدود، ما يمكنش دير لها مربع دائرة، كدير نقط واحد الفضاء وكتمشي للمرجعية. اللي مربوط مزيان بالمرجعية كتعطيه قطب يقدر يشوف النقط كاملين كأنها تحدات وهي راه محدودات، ولكن اللي شادهم للمرجعية. لهذا ما كنفكروش وما كنتفقوش في المعاني حتى كنحطوا المرجعية. اللي ما حددش المرجعية ديالو الفكر ديالو احمق. ما كاينش مرجعية بدون، ما كاينش فكر بدون مرجعية، خصك تحطو. إلا كتكلم تحت المرجعية ديال الهندوس الفكر ديالك ما غاديش نفس النتيجة اللي أنت كتكلم عند لي زاميغانديا. وعين حرك الهادي ونمشي لعند لي زينويت وتولي نفس الأفكار اللي كانت خدامة عند الهندوس وخدمات اللي عند لي زاميغانديا ما خداماش عند لي زينويت. وشوية نمشيو لعند صحاب البولينيزي عندهم ابتسامة بشكل اللي كنبتسمو أغريسيون. إلا بغيت تبتسم عندهم واحد القبائل خصك تغب تعبس دير هكا غوبش ديرها تعبس. إذن هاد البنية ديال لافوركلوزيون كتسمى عندنا حنا التربيع. ملي كتزوج مرتك وتبغي تولد دابا داوينا على هذاك المقام الرجع أنا كنعرف به، يا خصك تربع ماشي تربع تجلس مربع. رحنا في الفكر، رحنا ماشي في السلوك والتصرف. ربع هو كتدخل واحد المرجعية، هذيك المرجعية انت كتنوب كنائب الفاعل وكتفهمها انت وكتفهمها وكتوقف بالفهم ديالك بعد ما فهمتها تلعبها. ما معنى الأب؟ هو نائب الفاعل من حيث استمرار معنى العهد والوصية. أي عهد وأي وصية. وشتي حنا في الفكر الإسلامي راه ماشي ضروري تكون مسلم باش تنفع من عندنا، راه يتنفع من عندنا المسلم وغير المسلم. ماشي ضروري يصبح الإنسان مسلم باش يتنفع عندنا في الفكر الإسلامي. إذا معنى الأب هو نائب الفاعل من حيث استمرار معنى العهد والوصية. إلى رفض الأب هذا الأمر أو نفاه يصبح ظالمون لنفسه. أب ما رفضش استمرار معنى العهد الوصية، يا ولدي رحنا مسلمين، يا ولدي رحنا كنوقروا والدينا، ها هو فاهموك وها هو تيردوا على لسانه. إذن لا ما كيرفضش هذا المعنى، ولكن لا يقيم العدل بالوقف ولا الحد. شنو الفرق ما بين الوقف والحد؟ الوقف هو فهم الأشياء الممنوعة والمنهي عنها وتقبلها من نفسك وكتلعبها في أفعالك، هذا هو الوقف. الحد يبقى يتمادى الإنسان ويلعب في هذه ويلعب في هذه تكتجيه كسيدة، حيث الحد هو حد السيف، تكتجيه حديثة ولا مرض ولا كيمشي للحبس ولا كي ولا كتوقع له شي كارثة تكيتضرب، هذاك هو الحد. إذا عندنا ذاك الأب اللي فاهم المعنى ديال العهد والوصية ما رافضش يسميه وفاهمه، ولكن ما كيلعبش لنا وما كيقيمش لنا صيغة العدل بالوقف والحد. أولا في نفسه راه كينها مرته وتينها ولاده، ولكن في نفسه هو ما تيقيمش. هذا غتصبح عنده في داره الفسوق والفجور. ثم عندنا الثالث واحد الأب تنكره الأم ما كتهضرش به، ولكن هو يا إما يتوسل إليها يحصل على مكان بجانبها وهي لا تحترمه ولا تعترف به، ولأنه هو رفاهم المعنى ديال العهد الوصية وتيعبر عليه ولكن هي تنكره. ملي كيتوسل لها وتبدا يحبب نفسه لها وتيترجاها وكتخليه حيلا كتخليه واحد السطل باش تزكي به، ولا كتخليه بجنبها في الدار مع أولادها بحال شي حاشي شي شي حاشي حاجة. هنا إلا بقى في مقام التوسل وهذاك التمسكانيت وهذاك المدلول غادي يخرج الحقد والكراهية في البيت. إلا تحول لذاك البطل المغوار وبدأ يضربها ويخرج عينه فيها وانا راه راجل، غادي يخلق العنف في ولاده في داره. ثم عندنا المعنى الرابع، أب فهم المعنى ديال استمرار معنى العهد والوصية
وما كيتوسلش، مرتو ما كتنكروش، وكيرفع الهم لنفسه ولداويه، وكيلعب صيغة العدل بالوقف والحد، ولكن بالفهم والرفق واللين. هنا غيحصل على القوة في ولاده، وغيكون عندهم الرحمة. ثم عندنا البنية ديال واحد الأب كيترك زمام الأمور للصبيان والناس اللي معاه، رغم أنهم حمقين وكيقوموا بالسوء وكيظلموا. هاد البنية كتعم الفوضى، وكتصبح الولاد والعائلة طاغية، والطيب فيهم الحنين فيهم كيمرض. إذن الأب عنده معنى، والمعنى ديالو منين جايبه؟ قلت لكم التربيعة. التربيعة هو الله الذي لا إله إلا هو، هو النبي الرسول. وشدوا ستين حزب من الفاتحة حتى للناس، وفليوه كلمة بكلمة غتلقاو النبي بالألف واللام، انفراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ينفرد ستين حزب يا أيها النبي، ومن غيره نبي. أشنو الفرق ما بين يكون عندنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي بالألف واللام، الرسول بالألف واللام، وكاين أنبياء في نفس المقام ديالو، ولكن النبيين، وقاش كتكون في الألف واللام في الجمع في النبيين، ومن اللي كتكون في المفرد نبي، موسى نبي عيسى. اش كتعني؟ كتعني أن المقام ديال التمثيلية والنيابية ديال الله سبحانه وتعالى عنده هو، يعني فريد. أما الأنبياء الأخرين في نفس مقام النبوية، ولكن رسالة لقومهم، هداية لقومهم، للناس اللي حاضرين في وقتهم. هو كأن هذه الصفة أزلية منذ خلقة البشرية إلى أن يرث الله الأرض من عليها. إذا شتي هذا الربط؟ هو الله الذي لا إله إلا هو، هو النبي الرسول ينفرد بالتمثيلية والنبيية ديال الله سبحانه وتعالى، هو الأب الحامل للعهد والوصية. شوف التربيعة، هو 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 أنت يا ابني، هو أنت يا ابنتي الذي يوكل له الدور والاستمرارية. شتي هاد التربيعة، هاد المربع، هاد التربيعة هادي يفهمها الرجال، الدور ديالهم. نقول لك اودي الراجل الحر، اولد مع مرتك ولقن هادي وموت، الله يجعلك ما تعشرهم سيمانة، الله يجعلك ما تعشرهم ساعة، زوج مرتك ساعة وموت، تحمل منك لقن لها في صدرها هاد الشيء، غز يدك وديمو الامانة امانته، ما تخافش، نضمن لك وليدي، حيت المربع راه مسدود. شي كده مربع ما كاينش فيه الفويت، الحجم ديالو المربع فلا جيومتري عند أريستوت يعني لا فورس. لهذا احنا عندنا الكعبة مربع، راه ماشي مثلث، تيعني القوة، رمز القوة هو المربع. لهذا ملي كتبغي تطلع شي عمارة وديرها عالية، مربع لتحت. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كيربع في جلسته، الدال راه هو على كل معنى، لان كيربع. وحنا ملي كنبغيو نقراو القران كنربعو، وملي كتبغي تعلم ولدك يركز ولدك كتقول له ربع، راه ماشي ربع هي فقط جمع رجلك، ربع هي تفهم هذا المربع. وشتي اي عارض او شرخ او نفي او نقد او نقص في هذه البنيه المربع يؤدي الى اضطراب في البنيه النفسيه. السلام عليكم ورحمه الله. نتوقفوا مستمعينا مع فاصل كالعادة، ونرجع نواصلوا برنامج بكل وضوح دائما مع استقبال مكالماتكم الهاتفية على 05 22 46 72 50 51 52.
لقاءنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال برنامج بكل وضوح، وغادي نمشي مباشرة لاستقبال مكالماتكم الهاتفية. ناخذ أول مكالمة معنا. أنوار من سلا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنوار، الله يبارك فيك. مرحبا أنوار. كدير أخويا مامون. مرحبا بك سي أنوار. شكرا. لا شكرا على الواجب. أنوار من سلا، سن 23. مرحبا بك. عندي مشاكل ولو عندي أمراض ثقيلة. بحال إيش؟ بحال الاكتئاب، بحال بزاف الحوايج قصتيني فيهم. ودابا عندي مشكل في العمل. شنو التكوين ديالك أنوار؟ كنقلب. عندك شي حرفة، شي تكوين؟ عندي تكوين ولكن ما تبعتوش. كاين شي حرفة؟ لا والو، في هاد الساعة بغيت نتعلم الألمنيوم. أها. ولكن ما لقيتش كما كتقول الصالحين. قول لي، الوالد ديالك شنو كيدير؟ كيخدم هو غارسون في القهوة. بغيت نعاونو، بغيت نتساعد معاه. أها. بغيت على الأقل غير نفرحو. شوف أنوار، أنوار. عرفت سيدي؟ نعم. كتعرف بأنه واحد العدد العائلات كيديروا أعراس وكيخدموا تريتور ياك؟ إيه. وتيخصهم سرباية. سرباية هو كيكون أنيق مبتسم في وجهه، ما يخصو لا تكوين لا والو، كيوصل المشروبات ويوصل المأكولات وينظف هذيك الطبلة. والوالد ديالك خدام في الموضع ديالها اللي هي القهوة. هو شكون اللي كيجي ليها؟ كيجي ليها الزبناء، كيجي ليها كذا، كيجي ليها كذا، كتكون معرفة. شتي الذكي ملي يبغي يلقى حل خصو يقلب على لو غيزو لو بلو بروش كي فونكسيون. ولكن تبع معايا بشويه بشويه، خصو الريزو خدام. مثلا واحد الطالب بغى يقلب على ستاج، اش كيديروا الطلبه باش يقلبوا على ستاج؟ كيمشيو للشركه يحطوا السي في. وراه منكم عدد، راه كاين واحد 180 الف ولا 200 الف طالب غادي تطلق في الطبيعه، كلهم غيحطوا السي في ديالهم. شنو تيديروا؟ واحد الامر اللي خص الطلبه يفهموه هو انه هاد الستاج، شوف جنبك عندنا واحد الطالبه كتقلب على ستاج، تقلب على ستاج، كتقلب على ستاج، وباها غروسيست ديال البيض، عنده محل كبير يشري البيض بالقرو تبيعه بالقرو. ملي قلت ليها وهاد المقاوله ديال باك جاتها عايبه، جاتها عايبه. واش انا كنبريباري الديبلوم في الفلاني ونمشي ندير ستاج؟ قلت لها علاش ما ديرش هادي ستاج؟ اش باك قراك؟ اش قلت لها غدا لما تباك مات الشركه، راه هي اللي بنات لكم الدار، راه بها باش قريتو. تقدر تطور بالكفاءه ديالك، تطورها فيها في المقاوله. ادوار لوكلير في لي سوبر مارشي في بارك عنده بيسري، وخدم مع جدو في بيسري، ودابا الراجل راه عنده بانكا، وعندو اكبر سونترال داشا في اوروبا، وعندو شركات كيصنع الذهب. مابقاش كيدير غير داكشي ديال السوبر مارشي والماكله، وفات هادشي. عندو الكاميونات ديال النقل، عندو الشركه ديال ترانسفورماسيون اغوليمونتير، عندو البواخر ديالو كتدخل البحر تصيد الحوت وتجيبو له مناش من الحانوت. فهذيك البنت قلت لها بنتي ها انت حاصله وها الحل، ولكن الشكل ما هوش بحال بحال. الشكل اللي باغيه الحل ما هو الشكل اللي عند الحل. الحل دابا جا ليها في كرتونه وهي بغاتو في بابي الومنيوم دوري بحال اللي كيديروا في الشوكولا في نوال، وهو جاك في كرتونه مشقه وشوفي الداخل اش فيها ما شغلكش. اذا هنا عفوا ولدي انوار 23 عام غنمشي عند با غنقول له با انا مزوق فيك علمني سيربي. عندك تحب سيرفيس راه ساهل راه صعيب، لان هذا غيقول لك بغى الماء حاجه مثلا يشنشن، دابا غير المناضه، دابا غير اتاي، دابا غير اتاي قاصح، دابا غير اتاي مسوس، دابا غير الماء بارد، دابا غير الماء سخون، دابا غير القهوه، دابا غير قهوه خفيفه، دابا غير قهوه بالحليب. وهذا هو السربي، راه ملي غتجلس في الطبله فيها 20 واحد عفاك ولدي الله يخليك جيب لي معك كذا، الاخر يقول لك كذا، خصو يكون في عقل، خصو يكون يقيد، خصو يعرف الطبله اللي على اليمين شحال الرقم ديالها، ولا ما عندهاش رقم يدير لها رقم هو في الارض، يجيب جنبه ويحط ورقه ويعلقها ويكتب واحد. النوبه واحد من الاصدقاء ديالي مخرج فرنسي كيحب يسجل في ورزات، سولته قلت له شنو تيعجبك في ورزات؟ قال لي ملي كنخدموا مع لي فيغورون قال لي عندكم في المغرب وكنقول لهم تستفوا، قال لي كل واحد فيهم كيجيب حجره، قال لي كيحطها عند رجله ملي كنقول لهم وقفوا قال لي هذيك الحجره توقف فيها.
قال ما كنعاودوش البلون دو فوا. قال لي ملي كنمشيو لبلاصه اخرى قال لي كيبقاو يوقفوا ديما مديكالين ولا زيد انت ما زيد انت. قال لي هما اللي كيحطوا لك كيرشموا بلايصهم بحجيرات. شتي هذا هو التواضع. اذا هنا خاصني نمشي لاقرب حاجه حدايا. ربما عنده اختو خدامه مثلا في واحد مكتب المحاماه ولا معلوم. دابا حاليا في الدار البيضاء وفي الرباط وفي السله كاع المدن الكبرى عندهم مشكل في الباركينغ. مشكل فين تحط سيارتك في, 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 في المدينه وتمشي للمحكمه في غادكاري. دابا يلاه سير الدار البيضاء. شكون اللي كيخدم معاك؟ كرسي ومطير. هذاك الكرسي ما يقدرش يخدم معاك الا ما كانش كيعرف بعد هذيك البلاصه اللي انت خدام فيها. اذا الا كنت انت محامي خصك كرسي كيفهم في المحكمه. يعرف كي تبضبط فين جات ويعرف كذا ويعرف كذا ويعرف كذا. الا كنتي كتخدم مع 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 السي اس اس اذا هنا غنمشي عاوتاني عند اختي ولا عند راجل اختي ونقول له الله يحفظك انت محامي ولا اختي ولا وانا بغيت الميتي ديالكم نفهم. بقى غنتسخر وشنو ندير؟ ندير واحد باج فيسبوك ولا واحد امتي بلوغ ونكتب كورسيي سبيسياليزي في المسائل الجريدي وندوز كاع عند المحامون. واش كتظن دابا المحامي ملي بغى يحط واحد الوثيقه كيتبضبط وتكاشطه ويجيبها له مسالي هو يمشي. كتظن دابا المحامي عنده الامكانيه باش يخدم مع واحد يديرو الوراقي. اش كيدير المحامي؟ كيضطر يمشي هو. وملي كيمشي هو ما تيبقاش في المكتب. وإلا ما بقاش في المكتب كيضيع كليان. وما يقدرش يعطي الوثيقه يديها لواحد الكرسي الا كان مزكيه له محامي اخر. يقول هذا راه ثقه، انا هو خايف يعطيك الورقه وتقراها ولا تمشي تقيس فيها ولا شي حاجه. اذا شتي كل حل عنده ان ريزو. خصك ان بتي ريزو خدام. واحد البليه كتقرا في فرنسا قالت لي ما عرفتش اش من توجه ندير. قالت لي راني كملت لو سيكل الاول وخصني ندير سبيسياليزاسيون ما عرفتش كذا. اش كيدير باباك؟ قالت لي كيدير الخدمه في الفلانيه. قالت لي دير تخصص خدمه باك. قالت لي اش باباك؟ قلت لها كوني بعقلك ديري في تخصص ديال باك غدا غتلقاي خدمه وغتلقاي شركه وغتلقاي كلشي موجود. اش كيدير دابا؟ كيكون باها هي نوطير هي كدير لاكغوليمونتير. شوف 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 السلام على حضرتك. شوف نوطير اكغوليمونتير خرجت البنت انجينيور كغوليمونتير. بابا شفت فيها انجينيور كغوليمونتير يا بنتي والله يوفقك وسري قلبي خدمه. وكان دابا هي دارت نوتير وهي دارت انفورماتيك دو جيستيون وتخرج وتجي وتانفورماتيزي لباها لي زاكت وتقاد له داكشي في السكانير ودير له الدوكيومونتاسيون الكترونيك ودير له كذا ودير له كذا هاي خدمتها غدا من الصباح. شتي علاش كونت قال لك ملي نبغي نحلم خصني نحلم بعقل. كونت قال لك ميم كون جو دوا غيفي جو دوا غيفي ريزونابلومون ماشي نحلم وانا مضارب واحد الجوان ولا شارب شي شراب ولا قلت كنحلم بوحدي. وما تبغي تحلم حلم بعقلك. ما تبغي تمنى بعقلك على الحاجه اللي قاد عليها وتعرف ليها. اذا هنا انوار تيقلب على الصالحين بغى يتعلم الالومنيوم وباه خدام قهوه. شنو اللي كيعطي النجاح للقهاوي؟ الكراسه ولا الطبله ولا الموقع ولا الجوده؟ شنو اللي كيعطي له؟ الجوده. دابا تعطى الله كتشربوا نتوما المغاربه شي قهوه هي نيت ما فيهاش البنه الحمص محروق ما فيهاش المرعوره كتلقاوها في المغرب كتلقاوها ما عدا عند شي قهاوي قلال وما عمرهم كيخصوا بالزبانه. كتلقاو المغاربه فين تاكلوا واحد الساندويتش وتاكل فيه واحد الخبز بلا ما يترسلوا لسنانك. تخيل سخون سخون وكيضر وقاصح. اما لا برد حطيتيها بحالك وجاوبتيها في التليفون. هلا الوالده هي راني كنتغدى قطعتي مع امك هز الساندويتش كرم. كتلقاو المغاربه فين تاكل واحد الساندويتش والفريت ما مقليش في هذاك الزيت الموتور الا عند بعض اللي كيحترموا راسو. كتلقاو المغاربه شي بلاصه كدير لكم فريتير الحوت ما خانش الحوت. انا عرفتي ما عادش ديكونجل هو مع الخمسه الصباح. الصندوقه حاطه تحت الكونطوار الحوت مرح واحد المناخ سخون البكتيريا خدامه تتعوم مع داك الحوت ويهزو ويقليه عند بالو هو ملي قلاه راه مات البكتيريا. بالعكس راه ما كتقوى لان ما كتموتش هي حتى خصها 220 درجه وتبقى في واحد المده طويله. اما الا عدرتي وخرجتي هذيك البكتيريا بحال دخلتها الحمام حنا كنموت كندخل الحمام سخون ما كنموتوش راه بحال واحد النوع من البكتيريا. كتلقاو المغاربه شي شلاضه فيها البنه. علاش دابا هما كيديروا العصاوف؟ علاش كيديروها؟
لان ما فيهاش البنه، لا مطيشه فيها البنه، لا الخص فيه البنه، لا هو خيار ما فيه بنه ولا كلشي بحال اللفت. واخواركم علاش مطيشه ما فيهاش البنه والخص ما فيهش البنه وعلاش؟ لان الزريعه اللي كيزرعوا بها هي نفسها ما كينوعوش. ولو كان شي واحد في العارفين مسؤول على هذا القطاع كيفهم غيمشي لايطاليا وغيمشي لعند الغرفه الفلاحيه في ايطاليا وغيمشي للمعاهد البحث في الفلاحه في ايطاليا ويقول لهم الله يجازيكم بخير طليان، لما قربنا واحد شويه هذيك الزريعه اللي عندكم وباقيين محافظين عليها من المويناج. عمرك بتعمي شتي قرعه بحال الباربه؟ شتي القرعه الحمراء؟ حنا عندنا حمراء ومرا عندهم الحمراء، عندهم وحده لداخل بحال الباربه فيها شي مؤهلات للجسم ما نقولكش. عمرك بتعمي شتي شي لفت؟ عمرك بتعمي شتي شي بصله؟ بقى حل فمك هذه بصله هاني نديرو. جاتهم طاليان بعيده هو غيمشيو للبيرو ويمشيو لفينيزويلا وغيلقاو في البيرو والفينيزويلا بقى واحد الزريعه نابته طبيعيا، انواع ديال الخضار باقين عايشين في الطبيعه. ولن والله لا خلاوك السلطات ديال البيرو ديال فينيزويلا تخرج منو حبه شادير من بلادهم. ثم الى جاتهم بعيده البيرو والفينيزويلا يمشيو على السودان. السودان عندها واحد الصنف من القمح كينبت طبيعي مغول سوفاج ما تيخصوش الماء بزاف، قمح ما تيخصوش الماء بزاف، واحد شويه عنده وملي تينبت والحبلة تيعطي كثير والفائده ديالو اكثر من القمح اللي عندنا. السودان واحد بجنبنا والشريف راه فتح لنا السرد افريقيا، ولاني والله تا غيستوردوا القمح من كندا باش ترضى على كندا، حيت واحد العدد من الناس بقى عندهم واحد جوج عقد تفكوش فيها، واحد العدد من صحاب التجاره ما تفكوش واحد جوج عقد. لا بروميير فوا او ماروك لو بلو غران اسباس او ماروك، عقلتوش هذه 21 عام كنتو ديما كتشوف الاشهار لا بروميير فوا او ماروك وكيوريك واحد الاله بور لا بروميير فوا او ماروك، تيوريك واحد اللعيبه بور لا بروميير فوا او ماروك. ملي المغاربه مشاو سافروا وجات الشينوا، هذيك الشينوا والله جاتك بخير ودي الصين الله يطول لي عمرك الله يكثر امثالك. ملي الشينوا جاو هما يهرسوا لهم بروميير فوا، واحد الشينوا عندهم كلشي كلشي بروميير عندهم كلشي، هما ولاو بداو يديروا دابا لا بلو كروند اكبر ناطحه سحاب، اكبر بيسين في افريقيا، اكبر صباط في افريقيا، اكبر سبرديله في افريقيا، اكبر حولي في افريقيا، اكبر كلخ في افريقيا. شي جوج عقد ديال بروميير فوا وديال اكبر عرفتي عند من؟ عند صحاب هذاك الشبر اللي عنده شد ما بين البطن لتحت، دوك هما صحاب بروميير فوا كروند. اما الذكي تيقلب على لي كو ايكيليبر، علاش مطيشه باسله؟ علاش الخص دابا كيهمو المنظر؟ تخيل التفاح كيهمو القشرة تلمع والفورما، ما تيهموش القشرة والفورما والذوق، كيهمو القشرة تكون قاصحة. تقدري تاكلي دابا شي تفاحة من التفاح اللي عندنا مع داك الزويون ديال البلاد اللي باقي كيدور مسكين هذاك، شي تفاح على خو داك المقلضم ديرها تقدري تاكليها الشريفة بسنانك بحال كو تاكلي وكيتمضغ لك هذاك القشرة كتمضغ. أنا في خبارك كنخيط بيها، كنحيدها بحالكم عندنا بغيت نخيط شي بياس عندي مش قد، كنحيد لك القشرة بحالكم ونخدم بها نصيبها في الطونوبيل بياسة. تخيل مطيشه كتقول لك ديرك لي زافت في لسانك. اذا شنو هو القوه ديال القهوه اللي بغى شي واحد يحترم خدمته؟ هي الذوق، هي الجوده. كيفاش القهوه كتحمص وما تبقاش مره؟ كاين واحد النوع ديال القهوه اغلى قهوه في العالم، علاش غاليه؟ تياكلها واحد النمس والناس اللي زارعينها كيخليو هذاك النمس ياكلها حبه وحشاكو يلوحها مع خروجو يجمعوها. اغلى قهوه علاش ما حامضاش؟ لان الانظمات ديال الجهاز الهضم ديال هذاك النمس كتخدمها.
واحد المختبر تيبحث كيفاش هذوك الانزيمات ديال هذاك المخلوق يديرهم اله راه خدام تيضرب. دابا حنا معروفين باتيو بالنعناع، راه قربوا يفلسوا النعناع ديال طماريس. عندك جوج النعناع نيميرو ان في العالم، البروج وطماريس. سيري دابا شريهم وشوفي الجوده تاعهم فظعات. كان النعناع ديال البروج والنعناع ديال طماريس المسكه، شتي ديك المسكه ديال الفليو، تتقطعي ورقه لوحيها في كاس يا ليل يا عين. دابا شدي قبطه وعصريها وخشيها في براد وتقول لك القبطه اش كدير تتخربق. اذا حنا غاديين عكس، شكون هو الذكي؟ هو اللي كيجي كيكالي كيدير طق، يجي كيضرب كيدير كونتر بلوكاج، كيكالي الحاجه. نمشي نتعلم نتيي ونعرف انواع تاي كيفاش لا تاي، شنو هو لو تينوار، شنو هو لو تيفير، كاين اللي خصو تشحيره، كاين اللي خصو يطلع بالماء بارد، كاين اللي خصو نتيي مزيان. تعلم القهوه، الحليب فيه جوده، نعرف لو، نعرف كذا ونعرف كذا ونعرف كذا، ونمشي لعند شي قهوه. وخبركم بان اصحاب المقاهي واصحاب المخبزات واصحاب باتيسري عندهم مشكل في الموارد البشريه، لان عا كيتعلم الحلاوي كيزيد الحلاوي، عا كيتعلم الحلاوي كيزيد الحلاوي، عا كيتعلم السربي كيزيد السربي. باقي ما وصلناش لواحد الثقافه ديال نحافظوا على المقاوله وعلى العرف داخل المقاوله وعند العامل داخل المقاوله، لانها كتستثمر له هي كتعلمه. في بلدان اخرى اللي كتمشي تدرب عند هذاك المقاول يعلمك تيقول لك حبس تخدم عندي على الاقل المده الفلانيه، لانك كتعلم. مشيتي قبل هذه المده غتلقى القانون. دابا سير شوف الحلاويين، خبارك ولاو ناس دابا كيهزوا الطياره ومشي يجيبوا الحلاويين من فرنسا، من اسبانيا، من طليان. والسي انور تيقلب على خدمه وباه خدام قهوه، هو راه غير غتجي في شكل هذا الكلام اللي كنقول له، ولكن والله وليدي وتدور مزيان وتشوف، حيت راه الحل بعد النوبه راه عند باب الدار، وتيقلب على الواحد في توين سنتر. واخا مستمعينا لو سمحتوا غادي توقفوا مع فاصل ونرجعوا نواصلوا برنامج بكل وضوح. نرجعوا دائما مع استقبال نرجعوا للتواصل معكم مستمعينا من خلال برنامج بكل وضوح، ومعنا مكالمه من مكناس معنا حسنه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله حسنه. اللي جزيكم بخير على هذا البرنامج، كنسد منه بزاف. مرحبا بك الله حسنه، مرحبا بك. انا بعدا وليت مدمن على هذا البرنامج. مرحبا بك، بارك الله فيك، حبك الله ورسوله. لاحظت بالجنه. امين. الام ديالي وكلاتني باش نسولك على خويا. اييه، شحال في عمره؟ الام في عمره 24 سنه. خير. والام ديالي عندها 53 سنه. هو فاش كان بغى يدير لي كلاس بريباراتوار ما كانش الاب ديالي عنده الفلوس باش يقريه بالفلوس. هو كان متفوق بزاف في الدراسه ديالو. وكانت عزيزه عليه بزاف الهندسه المعماريه. وبقينا كندعيو لله باش يتقبل في الانسان. والحمد لله تقبل وتفوق في الدراسه ديالو. بارك الله. دابا هذا العام عنده العام الاخر. ودابا بغى يمشي يكمل الدراسه ديالو في الخارج. والام ديالي ما عندهمش مالين الدار باش يمنوا دوك الفلوس باش يمشي يكمل في الخارج، ديك 10 المليون. وما عرفتش الوالده ديالي شنو غادي دير، وحست بالذنب الا ما تلفاتش وخلصت له دوك الفلوس باش يمشي يكمل في الخارج. كتحس بالذنب بحال ما كملاتش داكشي اللي بدات. لا لا، هو عايز عليه سونتر بزاف وكيخلصوا عليه لي سونتر، كيدير الالمانية الانجليزية الفرنسية وعندو اللغات مزيانين. لا، وواحد الفكرة كان واحد السونتر كندوزو اقترحوا عليه باش يخدم عندهم. علي يكون كيشد شي قالوا له يشد شي 100 زيادة. وقلت له انا زعما هذيك الخدمه مزيانه الا خدمتيها. هو قال لي لا، راه غادي يكونوا الناس كبارين وما فيهاش لي جون، هو كيخصو يخدم في شي خدمه يكون فيها ابداع. قال لي تكون هذيك الخدمه غير روتينيه، نبقى نمشي ونجي ونخدم نفس الخدمه ونتخلص في الاخر الشهر وصافي، وانا خاصني شي حاجه يكون فيها الابداع، شي حاجه فيها التجديد. قال لي المهندس ما خاصوش يشد خدمه واحده.
خاصو يخدم بحال هكا فهاد الخدمه تيستافد منها يستافد منها ويبدع فيها وعاوتاني ينتقل عاوتاني يخدم واحده اخرى ويبدع فيها ويستافد منها وها بنتي حسنه الله يرضي عليك بغيتكم تنتبهوا احنا في افريقيا راه ما حناش في سويسرا حنا راه في افريقيا المغرب يلاه 60 عام تقريبا 62 دابا باش دار الاستقلال ديالو المغرب ما عنده غير الفلاحه وعنده شويه ديال الموارد الطبيعيه وعنده شويه ديال الصيد البحري الخدمات والصناعه يلاه بدات كتطور في المغرب يعني احنا بلاد عندنا افاق نمو كاينه وعندنا تحديات وعندنا واحد الواقع انكم تازروا اخوكم وولدكم يقرا مزيان ولكن على قدر المستطاع لا تلقوا بانفسكم الى التهلكه دابا كاين جوج سيناريوهات غتمشي هاد المراه غتسلف وغتكلح وغتطير وغتخنق خرجت عندي واحد السيده المكتب واحد الحاله يعني بحال اللي تقول السيده مسكينه العافيه الله يستر شحال في مالك يا الاشواق ولدي راه مشى لواحد المدرسه وقالوا له 15 مليون العام ولا قريتي عندنا يمكن لك تمشي دير لا ليسونس في كندا مزيان اذا 15 في 15 30 مليون غيمشي يدير ليسونس في كندا 30 مليون ها 60 ولا سقط كندا يجريو عليه ولا نجح يجريو عليه تو واخا تنجح يجريو عليه خاصك تلقى واحد المقاوله تمشي تطلب عليك وما يلقاوش واحد كندي عنده نفس الكفاءه اللي عندك الا لقى واحد كندي عنده الاولويه يقولوا تخدم هذاك ماشي هذا عنده خصهم يلقاو فيك انت واحد الكفاءه ما عادش حتى واحد تما عندهم اذا 60 مليون مزيان الدري مشى ضرب دوره في كندا لا شرب على ظهر مهم من بعد جاي اللي غير رجع وريني شي 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 بنادم في العالم ماشي في المغرب في العالم اللي خسر 60 مليون تبارك تفرج الفاز شاي ديالك غيصبر شحال سيمانه غيعلق هذاك الدبلوم ديالك في الصالون وغادي يصوروا ويصيفطوا سيلفي للعائله هذه السيمانه الاولى السيمانه الثانيه واجا وتشوفوا تبارك الله واجا من كندا وعدوا طابلو وعدوا تبارك الله السيمانه الثانيه السيمانه الثانيه وليدي لقيتي شي خدمه مازال باقا امي يا وليدي وانا متقلب ها السيمانه الثالثه الرابعه ها مو بدات يا وليدي واش كاين شي حاجه لا مازال راه خالتك بسلفاني ذهبها وبعناه ولا غتجي ها وليدي وانت راه خالك خلى لنا هذيك البركه هاد الارض راه رهناها ها وليدي انت باقي قلتي لنا غتخدم 100 مليون يا قلتي شتي نولي في الحماق وحتى لا خدم غيبقى ديما الحموت يعقرو لان انا قلت له ماما داخل معطل بقيت تفهم عليا ماشي انت حتى خلصتي لي قريتي تفهمي عليا دابا تولي عنده الحساسيه لان صيغه المديونيه في النفس ثقيله خطيره ثم الرابعه راه عنده 24 عام الدري راه 24 عام 24 عام ختو تتناقش معاه وكتذكر معاه وهو تيختار يقول ختو لا هو مهندس شاب انا خصني نخدم في شي خدمه كرياتيف تيختار شكون هو اللي عنده الاختيار اللي باه ملايري اللي باه مليونير يحسب مليون تقول العربي تقولش مليون حيدوم هذاك اللام نلصقوا النون مع النون تدوني يفهم بحال كل باش تحسب مليون خصك تختص اللي با عنده الفلوس وما عنده الفلوس هذاك يختار عنده الحريه يختار الفلوس موجوده غيمشي يقرا في الانجليز ويسقط ويعاود يكمل في اسبانيا ويسقط ويمشي يكمل في سويسرا ويسقط ويكمل في امريكا في الله المهم ناجح ناجح ماشي مشكل فقير ما عندوش اختيار فقير خصو يكون عنده العقل فقير خصو يكون ثابت ما يكونش حماق فقير خصو يكون عنده شوفه ديال النسر
نسر فيه الجوع غادي يحوم في واحد الجبل. تخيل ضرب عينه داك النسر بان له واحد الفروج بري، داك الديك البري كحل دو واحد الشابو احمر وقلده يكون فيه تقريبا واحد 3 كيلو مقلضم. النسر ما واكلش من هذه يومين، تضرب عينه بحكم على داك الفروج في السبا نسر الفروج في الارض. النسر كيدور مع مخو تيقول نهبط هي، ولكن راه كيضارب الفروج البري راه غيشرق له سوا وجهه. اذا النسر غيشوف القوه اللي عنده والجهد اللي عنده والطاقه اللي غادي يتحارب مع داك الفروج ما يقدش عليه تيمية. شويه كتبان له واحد الرنب قال مام خارجه حتى هي شبعانه ربيع كتشمش. يا الله الارنب شحال في هذا اللحم ويشبع وهذا، ولكن تتجري العفريت تطير كتقلب هي كدير الفيراج غتمرمده هو ما واكلش سخفاه. شويه كيبان له واحد الفار اي واحد شويه اللحم اسكرو ما تيجريش بزاف ما تيطيرش ما كيعض ما والو الحيمه يهبط يدير لها الطاقه يسرط يهبط على الفار يتقوت بالفار تاهل ماهل تيجمع جهده ويقلب على الارنب. دير كاسكرو تجمع الشاد دير شدا عاد نسر عندو مخو قدوك مخو قد كاوكاو عاس غيور مخ نسر واشوف كيدير لا استراتيجي كيدير كيحلل هذا عنسر وعندنا حنا 24 عام كيتمنى كيتشهى عندكم ثلاثه هاد الحوايج يخرجوا عليكم الشباب عندك الامنيه والاماني والغرور والله تديك الارواز واللي ما تقش يدوز يشوف شنو واقع في عباد الله في الانترنت هادو زو طلو ويبان لك هذا على البارح كان كيلمع اليوم ولا يشمع علاش اماني الامنيه والامل والغرور غيتلقاو عليك هاد الثلاثة هادا يشقوا لك المخ ما يخليوكش تفهم. أنا نخلي أمي تمشي تاخذ ديون شتي يكون عند با أرض ويقول لي نبيعها ولدي نقول له والله لا بعتها با عنزطت راسي ونبيع هاد المولدية. أنت لك الراجل حر 24 بغات أمو تصنعو تردو راجل بغات ختو أمو يصنعوه يردوه راجل عقلوش قلت لكم ما غيوليش راجل وغتندموا. قلت لكم الراجل ما كتصنعوش المراه الراجل كيصنعوه الرجال والوقت. بغيتو واحد تخير وسيري الحاجه تسلفي ودخلي انت اختو تسلفي وديروا شغالكم ونهار يجي كاع. جا عندي شاب مؤخرا خدام شريك يربح مزيان ماشي بزاف ماشي قليل المهم مزيان. اش نفيدك اولدي عفاك عمي بغيت نمشي نكمل قرايتي في اوروبا وبقيت واحد الجامعه قبلت بيا شحال في عمرك؟ 30 عام. اش خدام؟ خدام كذا. مزوج ولا مازال؟ لا باقي. قلت له ولدي ملي غتخرج من خدمتك تستقل جامع شويه شي حصيصه وغيعاونك غتمشي لهاد الجامعة وتكمل قرايتك مزيان تا ضامن تخدم من بعد اللي غتخرج ضامن تلقى خدمة. قال لي اه قلت واش متأكد تلقى خدمة نديرو حنايا لقيتي خدمة من بعد ما تخرجتي الله يسر عليك ونديرو احتمال ما لقيتيش خدمة العام الأول عندك باش تعيش هذاك العام بعد خرجتي عندك عام تمويلو خصك تمول قرايتك وواحد المدة من بعد. قلت له وشوف هاد الملف تاع واحد الشاب بحالك هاو في نفس العمر ديالك خدام في واحد المقاولة بحال ديالك وبقى كيتفاوض مع المقاولة حتى خدا من عندها تمويل على شكل منحة في واحد القطاع اللي باغية الشركة تنميه وغيمشي يقرا له في واحد الجامعة والشركة محافظة له على الصالير ديالو زادته هاد المنحة باش يقرا. وانتر طوم مشى للخارج تدا معاه مرته تزوج مشى مونس ضابط شغله. قلت لها ميلف واحد ديال عاقل وها حنا عندنا واحد باغي يتلاح بلا باراشوت. قلت له ولدي غتخليك في خدمتك وغت صاحب معني شاف السيرفيس ديالك قرب منهم حنا راه مغاربه ما
تعملوش مع بعضكم بعض في المقاوله بحال نجالزه جالزه كيشوف فيه ما تعرفوا واش كيبغيك ولا ما تيبغيكش، بارد جامد. حنا لا، حنا تيحل الباب تيبان لك وجهه كي فيه المش، وجهه فيه المش، يتحرك نيفو وتحرك خدودو عينو. حنا حكا دايرين عرب امازيغ كنبغيو نشوفو المش، يمشش عندنا حنا العربيه، كيمشش كيشد عظم تيكردو. ودابا حيدو العظم ديال تكرد ومشش بالعظم، يعني انت كتحركو لك شنيفاتك وتحرك لك وجهك. كنبغيو حنا الواحد بحال هكا وجهه تيغزل. مرحبا نعم سي، كي داير سيدي؟ مرحبا لاله بخير. شي وجهك كيمشش، حنا بحال هكا العرب، حنا هكا الشلوح تنبغيو بحال هكا، كنبغيو واحد كيمشش. تدخل عندنا واحد وجهه فرصاده مق صفر، زعما كيكون لحم، كيكونش بيض والو. مالك فيك الموت؟ سير اخويا موت عليا بعد مني. كنتوما تصاحبوا مع بعضياتكم، كونوا حباب بعضياتكم. دخل عند شيف سيرفيس، تعرف عليه، تعرف عليها، تخدم الناس، حبوني. شوف القران سيدنا داوود، لين الله الحديد، كان كيشد السيف في يدو كيتلوى في يدو. تيجي عند سيدنا داوود درت بغيت تنزل عليه براد حديد يشدها في يدو تلوى، بحال كيولي حديد بحال الثوب. شوف شغيعة سيدنا رسول الله، لين لسيدنا رسول الله القلوب، اللي جلس وشاف النبي صلى الله عليه وسلم كيحبو، اللي سمع له حبو، اللي جاتو اخباره يحبو. كل اقوى في المعجزة. شتي في المظهر كيبان لك سيدنا داوود عنده ديك بحال سوبرمان، كيشد الحديد كيطوي، كيجي قدام باب الحديد ما بغيش مولاي يحلو، طق في العصر الحديد كان عنده بحال الورق يطوي. وشنو حنا عطانا؟ واش كيم الصوره؟ لين القلوب لسيدنا رسول الله. وعندك تسحب راه ورتها لينا الشريف، شتي كل حاجه عطاها الله سيدنا رسول الله ولتها ورتها الامه ديال وانت كلشي. نقول لكم كلشي ورت لينا حب الله ليه، ورت لينا شنو حب الله ليه، وتعرفوا قداش الله كيحب سيدنا رسول الله ماشي تشكروه. لهذا والله ما كيساعدنا حتى كنقولوا يا سيدنا رسول الله يا ربي الا تقبلتي منا شي عمل صالح يا ربي ورضيتي به يا ربي لما جعلوه في صحيفته يا ربي، ما تكتبوا لي لا انا لا البا لا امي، كتبوا لسيدنا رسول الله في صحيفته هذه هي متواضعه منا ليه اللي ورت لنا هذا الخير. هذا اللي عارف مقامه. اما اللي كيتغنى وكيدير هذاك ولا كيضحكوني كيكتبوا في باربريز دير لنا اللور، دير قدام ما ديرش في باربريز اللور حسبنا الله ونعم الوكيل ولا لا اله الا الله، لا ديرها قدام. ما نديروش حنا قران اللور، ما نديرو قدامنا. جي الباربريز قدامك وكتب حسبي الله ونعم الوكيل قدامك. اش كتكتبها اللي وراك؟ يشوفها اللي تابعك. شو وريها راسك تابع حتى الاول. انت كتب قدامك حسبي الله ونعم الوكيل، انت كتبها. انت كتب تقي الله، كتبها قدامك. اش كديرها وراك؟ واش حنا مصحاب كنديرو ورانا؟ صحابك كتحطو ديما قدامك احتراما لله، ما عمرك مصحاب كدير وراك. ما كديرش المصحاب اللي تحت كدير فوق من شي كتاب، دائما هو الفوق. اذا خصك تكون كتفهم وتكتب حسبي الله ونعم الوكيل في باربريز ديالك حتى قدام. ولا كنتي بغيت تقدر مقامها ما تكتبهاش في باربريز. لا كنتي فاهمها اش كتعني ما تكتبهاش في باربريز. والله ما نكتبها في باربريز، كتبها في قلبي. لأن قلبي أعز موضع عند الله، ما تيساعوش الكون ديالو وتيحب قلب عبد المؤمن. إذا الموضع اللي عزيز على الله هو اللي نكتب فيه هذيك. ما نكتبها لا في جبهتي، لا نشمها، لا والو. وما يعلمش بسرها اللي بجنبي. إلا كنا من الفاهمين، إلا كنا من أهل الفهم. اما كنا من اهل الصوره، الاخر معلق واشم صاحبته والاخر دايرها في باربريز، راه بحال بحال. ولو ما انا ما كتمدلش المقدار ولكن بخستيها، لان ملي درتيها في باربريز وكتبتي لا اله الا الله باربريز، وجاتك واحد الخدمه في واحد الشارع من الشوارع وما لقيتيش فين تقاري وعيطتي للعساس وقلتي له الله يخليك قاري لي طنوبي، والعساس دار طرنطرن بان له بار بجنبو بلاصه خاويه وحطها، وخرجوا جوج سكيري حاشاكو سكرادين وبغاو يقضيو حاجتهم ما لقى فين، جا لعند جنب طونوبيلتك وبدا. شو درتي؟ هالبول ديال واحد السيد ما عارفش شنو تيدير لان سكران،
وقدامه لا اله الا الله في الدار الوليد ديالك الشري. اش درتي؟ اش درتي؟ دخلتي النجاسه لاقدس كلمه عندنا. ظن منك انك انت كترفع مقامها من اللي درتيها في بربريز. اذا ها هو حب بجهل نقص لينا قداسه. هذا راه حب بجهل. هو شي الحب خصو المعرفه. الحب خصك تكون على بال. كيركب معك واحد في الطاكسي كتخدم القران. كتدخل لمحل تبغي تشري سروال ولا تشري صباط تخدم القران. بسم الله الرحمن الرحيم كيجود. عرفت شحال هاد الصباط اوليدي؟ المسكه كطرطق الاخرى بطالو. الو فينك؟ انا في الحانوت رانا في الدرب مولاي خبيشه. شنو؟ ايها الذين امنوا اذا تلي القران استمعوا اليه. وهذه تتلغى هنا والاخر يلغى له. واتقوا الله العظيم تتحيد لي 10 دراهم الله يخليك وكتحك في صدرها بحال هكا. يا ايها الذين امنوا اش درتوا؟ هدمتوا بالقران؟ رفعتوا من الشان ديالو؟ قدستوه؟ هذاك موضعه. القران صبح ميوزيك دوفون صبح طابي. طابي هو تدير جاز ملي كتكون بارك في بار. طابي كدير موسيقى اندلسي بارك في قهوه. طابي تدير جاز ولا كدير شي اغنيه بارك في جرده. القران ماشي طابي ما كنتونسوش به. القران كلام الله. الى قريتيه على الجبال تتزقى. الى قريتيه على الطبيعه كتزقى. الى وهبتيه بركه وزكاه الموتى تيوصل. ولا استنجدتي به مولاك تيعفو عليك وتجي انت وتحطو في موضع ديال جدريع ديال اقاردا. وملي تدوي مع الواحد يقول لك السير القران هذا هي السير القران هذا هي وذاك المخ عندك ولا ما عندكش. دخلت لواحد المحل وباغي نشري شي حويجات وطارق القران بالجهد وتنزيد له وحده وجهه كنقول له وما كان نخرج الصوت تيقول لي نعم كنقول له شحال تيقول لي ما سمعتكش كنقول له شحال قال لي ما سمعتكش قلت له واه طفي القران نهضر خدام هو ما غنهضر باغي تبيع وتشري قال لي لا حول قلت له ولدي حشومه عليك خذ مصحف ديرو بجنبك بيعه وشري دير بوه مارلي ولا شوف دير ديانا حداد ولا دير شغلك هذاك وملي تبغي ولدي القران دوز واحد البلاكه في الباب وكتب إراحة ولا مغلق على باب شد كتابك يا صاحبي كل حاجه عندها قدر ديالها وحل القران ديالك وقرا في خاطرك اولدي قلت له محشومه ماشي عليك اصاحبي دابا كتشري لنا حنا كتشري لنا حنا قله الادب مع القران دابا حنا كتشري لنا قله الادب مع القران قلت له عباك دخلتي للدار واش تقدر دابا باك دابا معاك وانت دير الموسيقى قلت له كتطفي يا دخلتي ولقيتي درس ومن لا غلا جمعة لا دخلتي للجمعة ولقيتي الإمام ما حتى في آداب المذهب المالكي لا نصلي تحية مسجد ملي تبدا الخطبة الدخول كتلقى الخطبة كتبرك لأن العلم صافي النيابية راه ما قام سيدنا رسول الله هذاك ما كتصليش ركعتين تحية المسجد ما كتصليهمش باش كتلتقط الدرس دابا ولا الإنسان في الفورماليزم في المسطرة تحية المسجدية ومقام العالم ومقام النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس الخدام ركز باش تربح هذيك البركة ديال هذيك السر فهنا لالة حسنة بنتي مات فاش حنا داويين اليوم وفاش داويين في 2017 كاين الفعل كيأسس العمل بالفعل باش كيتأسس العمل وشنو اللي كيأسس للفعل؟ الإرادة. وشنو اللي كيأسس للإرادة؟ الرغبة. وشنو اللي كيأسس للرغبة؟ عندك تسحبوا الشهوة. عندك تسحبوا الهزة لا بولسيون. المعنى. وشنو اللي كيأسس للمعنى؟
الموضع. موضع شتي معنى صحيح في غير موضعه ما يعطيكش. موضع صحيح بدون معناه ما يعطيكش. خص الموضع الصحيح والمعنى الصحيح يتلاقى. تخرج واحد الطاقة. تخرج طاقة هكا على الموضع الصحيح مع القول الصحيح مع المعنى. كي تحط القول المعنى في الموضع ديالو كيجي يشد بلاصتو تخرج واحد الطاقة. هذيك الطاقة كتخرج واحد الانرجي شنو كتهز الرغبة. راجل حداه مرتو قرطاسة غزالة كتحمق. سيد بارد مكياتو ولا ما مكياتش ما كيتحركش. لبساتو ولا ما لبساتش ما كيتحركش. تديه لعند سيكسولوج شري له الفانيل الزرقاء ديري لي فيلم ديال داك الشيء العجب غينتصبوا القضيب. هذيك راه لا بولسيون ديال لورغان ايه ايه العضو. هذاك العضو هو اللي غادي يقضي حاجه. هو راه ميت وراه جامد. اذا غتبقى ديما هي تتحرك امومبر غادي تمشي عاوتاني ودير ودير ودير. هذا شنو غدير له؟ غدير عند واحد الكوتش. الكوتش غيقول له واش تي الرغبه راك تجي حط يدك على هنا وانت حط يدك على هاد لازون وغادي نديروا لكم دي سيونس دو بريباراسيون. شتي كولو تيقيس مجال الاراده السلوك التصرف. واللي فقد المعنى دقلو شوكه شربو فينيده ودير له الفيلم ودير له اللي درتي غيتحرك لو مومبر بلينيرجي ديالو. لو كور عنده واحد لينيرجي ديالو غتحرك غتسحب انت بانه راه رغب. هو راه ما رغبش وراه هزاتو غير لابولسيون جاتو بحال بحال واحد البلاصه بحال بحال النيفو تهز شي بحال تيكون. غتشوفوا بعض الحيوانات منهم الثعلب خطير. داك الثعلب خاصه الثعلب ديال ديال ديالنا حنا في الفنك ديال هنا يقدر تلقى ودن كتسمع الكوك والودن الاخرى كيدور عند 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 مجدوري تخيف هكا كيدير. عمرك تشوف ودنو كيقلب هكا ودن هنا كتسمع لك تي هنا ودن اخرى كيدور بحالك عنده ودنو كيبقى يدور فين كيبغى. شتي راه كذلك بعض الاعضاء كتحرك بوحدها. دول كيوقع في المراهقه تيكون الجسم ديال الطفل متحكم فيه هو كيف بغى فكيظن كيتحكم فيه. شوف المراهقه ما كتحكمش في القضيب ديالك. كيكون بالك الدري المراهق كيشوف شي حاجه كتوقع له في حوايجه ماما اش هذا الشيء. الشيء هذاك هو اللي كيخدم عليه مجال الاراده والسلوك التصرف. دابا حنا في مجال المعاني وموضع المعاني خاصك تمشي لعلم الحقيقه. ما يمكنش تكون في علم ديال السلوك التصرف وتلقى الجواب. الجواب هو الا فقد المعنى راه غيفقد الواقع. والا عطيتيه معنى في غير موضعه تخيل دابا لبستي صباط كبير عليك تقدر يجري؟ لا. ما حدك كتخلف في خلفه صغيره صباط كبير عليك كيقرقب وغدا به. ادريس الدريات الصغارات اللي كتلبس صندال تما ولكن الا بغيتيها بنت عمي تكعطي صباط الكبير يطيحك. هذاك هو ذاك المعنى في غير موضعه. والموضع اللي ما عندوش معنى هو عندك فم غزال وما عندكش دراس تاكل الكركاع ما عاد طحنها لك وسفيه. ما نعطيوك الكركاع نعطيوك البلوط وما عندكش دراس باش تاكل. ديري قنيه تجي قدام تشدها بحال الخيط زعما تكردد فيها بدوك السنان قداميا كي غدير. يا خاصك الدراس. الدراس هو هذاك الموضع بلا معنى. إذا خص يكون الموضع مقاد مع المعنى والمعنى صالح للموضع والموضع جالو المعنى ديالو تيديرو الطرق يتركبو تشوف واحد الطاقة جاية. لهذا جاك لاكون عبقري شنو قال؟ قال المعنى في المجاز وفي الكناية. علاش؟ لأنه ما عرفش القرآن. هو ما عمرو قرأ ما عرفش القرآن فقال المعنى عندهم في ثقافتهم في علمهم في لا ميتونيمي الميتافور. علاش؟ لأن ما عندوش هو القول الثابت. دابا كيسحابوا واحد العدد الفقهاء في العالم الاسلامي حيت حافظين القران وحافظين الحديث. كيسحاب حفظوا القران بحفظوا الحديث غادي يوصل المعنى الصحيح للموضع الصحيح. عرفتي اش كيدير؟ شي بحال واحد تيران ديال الجولف فيه 100 ثقبه وشدينا 100 كره وعطيناهم واحد اللعاب وقلنا له في دقه واحده ضرب 100 كره والكره غيبقاو غاديين كل وحده في بلاصتها كل وحده في بلاصتها. وريوني واش كاين هذا. هادو هما هادوك الفقهاء اللي كيسحاب حيت حافظ القران وكيدير لك الرقيه الشرعيه في التلفازه.
اتصل بنا الان وسوف نرقيك من السحر والشعوذه وكذا، وجهد عافاك وكتب لك المراه بحال كتبكي بحال كمسكينه بارك مقابله، ودابا راه التقابي عندك والمعنى كاين وغيلوح لك هذاك لفقيه من التلفازه 100 كره وكل كره جايه للثقبه هنا تحبه هنا الثقبه هنا ودخلوا الكواري كله طيب ما كليتي الله. ها والعارفين يقول له يا ربي التقابي بزير والكواري بزير فهل من سبيل؟ يقول له السعى يا عبدي وانا نعينك. شتي باش يحط كوره في الثقبه كاين اللي كيدوز ما بين عام ل 10 سنين باش يحط كوره في الثقبه المناسبه ديالها. هو لقى وحده شتي غام اللي غتحط وحده في بلاصتها غتربي فيك الذوق ديال هال الكوره ملي تدخل في موضعها بصح كتطلق واحد الضو كتقول لك عقل عليا كتحل عينك مزيان شتي الا صدقات لقى وحده ملي كتعقل كيتسمى هذا عند صحاب لامبريمري ليطالوناج. ليطالوناج هو واحد لا فالور فري اكزاكت هي اللي غتكون ريفيرونس شنو قلت لكم مرجع كتضرب لك في عينك عينك كيسجلوها. اش كتولي كدير؟ كتولي هاز الكواري وكتدور بقات عندك 99 كره و 99 ثقبه صدقات لك وحده شي كيسير من الله شي ملي كتصدق لك حل عينك هز الضو اقلها الميموار وغتمشي تتلوح كره 99 ثقبه رقم اش كيولي عندك هنا؟ لا الواد بروبابيليتي حيت راه غادي 99 كره 99 ثقبه غدوز 99 كره في كل ثقبه وغدوز على كل ثقبه 99 كره شحال غدير من انسي غادي خصك عمر سيدنا نوح والله ما توصل هذه عاله كانت عندك 100 ثقبه اما لا كانت عندك 1000 ثقبه ولا عندك 10000 ولا عندك 100000 واش عرفت شكون اللي كيثقب الرغبه حيت هو راه كيعطيها لنا الارض ديالنا بلا ثقاب او تمنى فيه همو والله الا بغيتي يكون طبيب والتحسن يكون طبيب الحيوان بعدا تمنى يا الحاجه نتوما في العروبيه يكون طبيب ديال الفيتيرينير الحيوان باش يجي عندكم ويداوي البقر ويعرف كذا حتى الله يذكرك بخير يا واحد الدكالي حر يا امي يا امي يا امي لقيت اللي ظهرت الظاهره ديال جنون البقر ياك الله السلامه والعافيه هذا الفلاح الدكالي الحر كاش باريس مشى لواحد المعرض ديال الفلاح وكتعرف فيه بني عمنا دكالتي تبارك الله طول الارض وجايب قب ديالو على جلاله بحال هكا وكيجي واحد الطبيب فرنسي بحال هكا تما عندهم في باريس وكي يشرح للناس جنو البقار وكذا وكذا هو تيتصنعات مع ذوك الخبراء ومعه واحد مغربي صاحب بحال هكا وملي كملوا ذوك الشروحات ديالهم ويقول لهم قال صاحبه قال له ندوي دوي قال له اخر دوي قال له وا مسيو تا لا لا فاش فول او سي نورمال فول لو طوغو اي فيان با سور لا فاش فو بروني قال له لو تخوك يا لا فاش الا لو بيبي لا فاش الا فيان فول او مزوج ما والو تحمله اش كيحملوها بتي واش دابا الله خلق البقرة تصور باغا عرس باغا تزوج شو الدكالي ولا عمي اش دار شو التحليل جابو من الارض جابو من الفلاحة وانت ملي كتشوف هي العريس ديالها جاي عندها حتى كتحل حل وتيدخل الثور تما وتخيل مسكينه بارك ناعسه تفيقه حامله البقره كتقول لهم كتقول البقره جاتها واش كان شي حاجه هاد الليله كتقول لها والو ياك ما جابوش شي ثور ما شفتوش انت كتولي فول هذاك الدكاري تيعاودها لي وانا نضحك نضحك ذلك علاش هذا هو الواقع شي اللي فهم الواقع فهم الحقيقه مرحبا مازالين مواصلين بكل وضوح بعد الفاصل غادي ناخذ مستمعينا مكالمة أخرى دائما من خلال بكل وضوح معنا كريمة من حيت سوالم ألو كريمة ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله والله إلا نهار كبير هذا من شقيا الخير الله يكبر بك لالا كريمة بارك الله عليكم والله يخليكم لينا آمين حنا نتوما جميع الناس جميع المسلمين والله العظيم إلا المدرسة هذيك نحلمت لي طلعت لي الليل قسما بالله العلي العظيم أحبك الله ورسولك هذا شي حاجة بارك الله فيك يا الدار اللي مشيت لها كنشد اليوم ما تغادي بارك الله عليك صافا من لله العلي العظيم الله كاد عليا يصلح لك اختي يصلح لك احبك الله ورسوله المهم انا عاد كنت حد سوالم تبارك الله تبارك الله وما عرفتش هادشي اللي غنقول واش تقدروا تساعدونا فيه ولا خير ان شاء الله خير الله يقدرنا اختي تفضل قول كنطلب من الله ومنكم المسؤولين يجيو لحد سوالم ونشوفوا زعما المهزله اللي عايش مكاننا هنا حالاش
انا ما كنقولش بان الجندارم ما يديرش خدمتهم، دير خدمتهم اكثر. هاد البشر اللي كاين هنا خاصو الجندارم والبوليس والمرود وما عرفت شنو ويلا ويتفقوا معاه. بحال هكا تصور دابا حنا دينا الوليدات المدرسه، الولد كيدخل معاه الموس وسط الشكاره، الولد ديالي لبس شي حوايج زوينين كيبغيو يحيدوني في الطريق. لا كنتي جاي غير من الجديده وبغيت يطلع طلعت لطور تحب الزوالم، ما خصك تطلع حتى لفان تحب الزوالم وعاد ترجع باش ترجع لبلاصه لطور تحب الزوالم، يعني مايمكنش طلعه. خاص البوليس خاص الطاكسيات كاين الكراول، الناس كيتقلبوا بهم الكراول، انا كيضيع الشباب كيضيع، ما كاينش مدارس ولا الدواور كيجيو حتى كيقراو هنا كيجيبوهم في الترونسبورات من دوار بعيد، هما اللي دايرين هذا الشيء، هما اللي دايرين هذا الشيء. ما كاينش مدارس، كيكتبوا شي كلام خايب على الحيوط لدرجة كيصبغوا الغد ليه عاوتاني كتلقى هضرة أخرى. أختي بخير الشباب هنا غيضيع، أنا راه من غدا نقدروا نبيعوهم شي بلاصة أخرى، ولكن الناس اللي هنا شوفي زعما باقي واحد الوعي ما كاينش، وحتى الثقافة ما كايناش، كاين غير الطوق غير شي وعي باغيين غير ياكلوا. لالا كريمة، لالا كريمة، أنا من الناس اللي خدمت في حد السوالف وتنعرف المنطقة ديال تما مزيان، والناس ديال تما تيعرفوني. شتي ملي كتكون كتسقم في واحد البلاصة كتقادها، وانت كتقادها وعندك العجاج كيدفع لك الرمل، مع مرة هذيك الموضع ما غيحيد منه الغبرة، لأنك انت عاد كتنظف هذاك الموضع كتقادو تضرب واحد العجاجه تلوح لك كاع الرمل جديد، غتعاود غتبقى ديما تعملها هي عام عاد تشطاب. كاين واحد تركيبه اقتصاديه اجتماعيه امنيه ثقافيه توعويه خدامه بهاد لي فاريابل كاملين اللي قلت دابا. تخبركم بان عدد الاسر اللي كتهاجر من واحد العدد المناطق وكتجي للدار البيضاء كتستقر تما، ما بين دوار الكروشيين اللي غتلقاوه ما بين حد السوالم وسيدي رحال الشاطئ، وغتلقاو دواور اخرين ما بين سيدي رحال والبير جديد، ملاقيين مع مواضع اخرين من جهه ليساسفه، حيت ليساسفه راه تدفع، وجهه البير جديد سيدي رحال تدفع، والجهه الاخرى ما بين البير جديد وحد السوالم كتدفع. عندي واحد الصديق ديالي فتح واحد المدرسه قرانيه تما، قال لي يا استاذ بدا التسجيل في شهر 7، داير هو داخلي عنده واحد 250 بلاصة داخلية، وهي تجيه أزيد من 560 ولد وبنية، أكثر من 300 ما عندوش الحالة المدنية، والدينهم مواتهم غير هكا. ماشي معناتها ناس كيفسدو، راه مزوجين بالفاتحة ولا الله أعلم بهم. قال لي لقينا واحد الهشاشة محيطة هناك داكشي، قال لي راه خيال، فقال لي ما قدرتش نقول لهم لا، خديت الأماكن اللي عندي فيهم الأسير اللي داخلي، قال لي ودرت ترونسبور باش نقيد الآخرين يقراو تاهما ويرجعوا لليورو. لقى عائلات كيتوسلوا له تيقول له خذ لنا ولادنا، خليهم عندكم خذوهم، لأن الراجل مجلي والمرأة مجلية كيبقاو الدراري بوحدهم صغار، يجي يدخل البراكة دري ديال 5 سنين 6 سنين كيصيب الكوتي راسو، وهو تيقول لك غنحيدو زين المحارم، كي غدير له؟ ملي دري صغير كيجي وما يلقاش أمه، ما يلقى أبوه، ما يلقى جده، ما يلقى خالته، ما يلقى والو، كيلقى عاد التلفازة وكيخرج يلعب في المرح. وملي يكون واحد تما بيدوفيل كيدور ويشوف هذاك الدري الصغير وكيلعب وغادي يعيط له ويشري له حلوى ولا كيفاش يستدرجو، كيفاش هنا اختي كريمه، لا انت ولا احنا ولا السلطات، كيفاش دايره القضيه؟ كاين عصابات متخصصين
سرقة الرمال الشاطئ. يهزوا الرملة كيستعملوها البلي. هاد الرملة اللي كتشفر من الشواطئ، الشواطئ المغرب كلها كتشفر من الرملة. مشى واحد الجهة، المغرب كامل. هاد الشركات وهاد العصابات اللي كيهزوا هاد الرمل كيشفروها، كيخصهم ينشفوها لأن كتهز كتهز فازقة. خصو ينشفها. باش ينشفها خصو ديبوات. كيمشيو البلايص اللي فيهم بحال هاد الهشاشة هادي، ووسط من هاد البلايص هادو تيحطو ميضعات رحبات صغار، وهاد الهشاشة هادي كتخزن هاد الرمل وكتنشف تم، وتخرج ناشفة مقادة. وهاد الناس الهشاشة اللي تم كيتمعشو مع هاد العصابات اللي كتشفر هاد الرمل. إذا ما عمرو ما يشكم به وما عمرو ما يتخلى عليه. كتهز هذيك الرمل بعد ما تنشفات وكتكربل وكتقاد. فكاين عصابات اللي كتساهم في الهجرة القروية، كيقلبوا على هذاك المحيط القروي اللي قريب للمدن اللي فيها العقار اللي فيها البناء، وتيمشيو لهذوك الدواوير اللي قريبة. أنت عندك خدام ما صالح لك والو خدام، ما عندك لا كتار لا جوج لا والو، فاش غتربح فيه؟ لا فلاحة ما يجيب لك حتى حاجة. بيع الخدام نعطوك براكة ندبرك على خدمة. إذا تيساهموا في هذيك الرواج ديال واحد الهجرة اصطناعية، حيت كاينة الهجرة الطبيعية ديال من القرى للمدن، وكاينة الهجرة الصناعية اللي كيحركوا هاد العصابات هادو. إذا كيبدا واحد المد باش ملي هذاك يتزوج ويحيد من ذاك الدوار خص يجي بلاصيه واحد. يجي بلاصيه واحد. إذا كتبقى هذاك العصابات كتحرك واحد اليد عاملة عندها هشاشة وخاصها تخدم ليها وتخزن عليها ما تفضحهاش. اذا هنا ملي كتجي انت وتبني مدرسه، كيعرفوك ملي كدير مدرسه غتاثر هاد العائله، كيفرخوا لك في قنت اخر. شنو الحل؟ حل امني. ما غتحصلش ما تحصلهمش هزين الرمل. لو السلطه تحصلهم هذا المغرب عنده شواطئ كبيره. الحل تكنولوجي. نهار اللي تكلمت على الشفرة ديال الخرفان، عيط لي واحد المسؤول مغربي، قال لي يا استاذ كان في واحد الجولة مشى البرازيل، قال لي دخلت سمعت كدويتي على لابيوس الكترونيك مزروعة في البهايم، قال لي شتها بعيني في البرازيل، وهما في البرازيل يصدروا اللحم للعالم كامل، عندهم واحد الضيعات ديال الدجاج وديال الخرفان داكشي ما نقولكش. قال لي ماشي غير حاطين لابوس باش يعرفوا البهيمه ديالهم، قال لي كيحسبوا بها حتى النمو شحال زاد الوزن ديالها، وباش ملي توصل الوزن ديالها الصالح للذبح ديالها الاورديناتور كيعزلها وتيقول لهم ها هي فين، وتيصيفطوا لها هذاك اللي غيجيبها ويهزها ويدخلها. اذا البرازيل تعرف دير هذا الشيء، وحنا دابا الحل التكنولوجي ديال الرمل. يا اما غادي نديروا البوليس عاوتاني من طنجه للكويره في الشواطئ ليل ونهار حاضين، وخص النصف المغاربه كله يهبط للشواطئ حدا الرمل. ما يمكنش تحضي حدود حدود البلاد، خصك لها شحال من جندي وشحال من 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 عسكري وشحال خصك من البوليس باش تحضي شواطئ ديال البحر المتوسط والمحيط. وقيل المغرب كله ما يكفيش. اذا خصنا حل تكنولوجي واداري. الحل التكنولوجي هو كاين لي ليونيزاسيون، كل بارتيكول كل جزيء عنده واحد السينياتور باغ ايونيزاسيون نوكليير. يعني انت مشيت هزيت حفنه من المحمديه وجبت حفنه ديال الرمل من الاسفي، فالرمل كتشبه الرمل بحال بحال، ولكن في السينياتور ديال ليزيون ديالها ماشي بحال بحال. هذه كتجيب لك السينياتور ديال البلاصه هذه منطقه. فلا درنا واحد الخريطه مغربيه من جميع شواطئنا ونعرفوا السنياتور باريونيزاسيون ديال بلاصه بلاصه، ونحطوها في دي لوجيستيال في الاورديناتور، وغدخل على الخط الاداره ويتعطوهم اجهزه الات اللي كتاخذ السنياتور،
واش شفر انت الرمل يا ودي اللي بغيتي تشفرها؟ وما تعطيكش الاداره الرخصه بانك تخلط الرمل مع السيما وتبني حتى تاخذ السنياتير وتاخذ الموافقه. وملي تجيب انت الرمل وتبغي تلوحها في واحد الشونتيي كنقولوا لك صرح لينا منين جبتيها، واش انت اللي شريتيها او لا باعلك شي واحد؟ انت اللي مشيتي جبتيها من الرحبه او اللي خديتي من عند شي واحد شراها من الرحبه؟ يصرح هذاك الملكمي تقول انا سيدي جبتها من الرحبه الفلانيه. مزيان حاط الرمل، شنو قال لك مولاها منين جابها؟ اسيدي جابها من البلاصه الفلانيه. مزيان انتصلوا بالجروسيست الله يخليك الرمل اللي عندنا في الكاميون البلاصه الفلانيه اللي غيتحط دابا في البلاصه الفلانيه، منين جبتي الرمل؟ اسيدي انا جبتها من البلاصه الفلانيه. انت اللي هزيتيها من المقلع؟ انا هزيتها من المقلع. عندك السيرتيفيكا باش هزيتيها؟ عندي السيرتيفيكا. السلام عليكم. فيريفيكاسيون سيناتور ديال لي زيون. خصك تلقاها مطابقه مع التصريح اللي عطاك. ملي هو يصرح لك جايبها من اسفي من المقلع الفلفلاني وانت كتبان لك جايه من محمد. حيت السيناتور ديال لي زيون ما تيكذبوهاش. تعيط له كتقول له الله يخليك. القسم ديال دارك اللي قريب لك دوز عنده. ملي غادي يعرفوا هذوك الشفافريه ديال الرمل بان راه عندنا هذا الامر محكم. اخباركم كنقدروا نساعدوا ثلاثه ديال المجالات. المجال ديال البيئه كنحميو الرمل كنحميو الشواطئ، البيئه كنحميوها، كنحميو الهشاشه ديال هذوك الهجره الاصطناعيه كنوقفوها، واخباركم كنحميو حتى الامن من الارهاب والعصابات الاخرى، لان كتولي عندها موارد ماليه غير محظيه هنا، اللي ملي كتحصل على رصيد مالي يمكن ليها تمول بضاعه مهربه، يمكن ليها تمول باعه متجولون نعطيهم راس مال باش يتاجروا ويعطيوها ارباح. كنقطعوا الحبل وتنحميو البيئه وتنديروا استراتيجيه اجتماعيه. من بعد ملي كتحبس مابقاش دابا العجاج كيدخل الغبره هاي حبسات، يمكن لك كاع ديك الغبره اللي انت عندك داخله قابلها وتنظفها وتسقمها، ما غيبقاش العجاج يزيد لك المسائل. اذا القضيه ديال اختي كريمه الله يجازيك بخير، اللي غنوصيك تما في حد السوالم عندك جوج فخدات اللي ساكنين، عندك الفخده ديال الناس ديال برشيد ديال بن احمد، غتلقاي ولاد حريز ومزاب، وغتلقاي الفخده الفوقانيه دكاله، تعرفي على ولاد البلاد، تعرفي على عائلات البلاد، وشتي ولاد البلاد وعائلات البلاد الا عرفوك وعرفتيهم راه تيعرفوا كل واحد غادي جاي منين جاي وفين غادي، يوصيو عليك الناس ويحميوك الناس خايف حتى من حاجه. شكرا لكم مستمعينا، نتمنى لكم مساء سعيد برفقتنا على ميد غاديو الاذاعه القريبه منكم. صريح مباشر ما كنستروش على المشاكل وعلى التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربه والمغرب. مرحبا بكم بالاسئله ديالكم بالصراحه اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 ل 8 من يوم الاثنين الى الخميس. انتظرونا، مرحبا بكم.